بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم أن تكونوا جميعا بخير. الفايدة من استخدام التنيات في التركيبات الباك تو باك إن أمكن. طبعا ده أنا أصلا بعمله بإيدي، ممكن أعمله بإيدي عادي خالص مفيش مشكلة، ولكن إن أمكن إنك تشتغل بالتناية أفضل. ليه بقى؟ أنت لما تعمل دي بإيدك، لما أنا أعمل دي بإيدي كده اقدر اجيبها بايدي عادي بزاويه زي كده برضو ان شاء الله. انا شغال بقالي سنين على كده، بس معرضه لو حد حمل عليها او لو حصل لها تحميل معرضه انها تنكسر حقيقه، حتى وانت بتلف في الشكرتون. انما لما تعملها عن طريق تنايه بالطريقه دي بتدي لها عصب قوي ما تنكسرش ابدا خلاص، فاهمني؟ لان التنايه ضغطتها خلتها الكوع مضغوط، زاويه مضغوطه مهما تتك عليها ما تنكسرش، ممكن تنكسر من حته ثانيه انما دي ما تنخفس بس خلاص. والحمد لله رب العالمين.